التيريات بالكاوكاو وحضرتها معكم باللوز، وبزاف بزاف اللي جربوها ونجحت معاهم ولات عندهم الوصفة المعتمدة. جبت لكم الوصفة بكامل الأسرار تاعها، تبعوا الفيديو خطوة بخطوة هكذا باش كامل تجربوهم وتنجحوا فيهم من أول تجربة. شوفوا هنا عندي 3 كيلات تاع حضرتهم بالكاوكاو، هذه الخطره 3 كيلات تاع الكاوكاو مع كيله ناقصه تاع السكر. انا كنت رحيت هنايا الكاوكاو متوسط ومن بعد عاود رحيته مع لازم هنا نعاودو نحيو الكاوكاو مع السكر هكذا باش ما يقعدش السكر تاعنا يغزغز لداخل. نرحيوه كيما راكم تشوفوا، يعني يكون ما يكونش رقيق غبره وما يكونش خشين. نضيف عليها هنايا ملعقه كبيره تاع المارغرين دايبه مع زيت دو سيترون. هنا يعني قد ما نديروا الزيت دو سيترون راح تجينا بنينه. نخلط مليح هذا الكاوكاو مع الزيت دو سيترون هكذا، نحك مليح بين يديا باش البنه تاعو تخرج مليح هكذا. ونجيب هنايا 3 حبات تاع البيض كاملين، نخلطهم، ندير عليهم لافاني. كما شفتوا هنا عندي كميه يعني حوالي كيلو ولا اكثر تاع الكاوكاو. نحط هنايا 3 حبات بيض ونشوف. هنا سا ديبون البيض تاعنا يكون كبير ولا صغير. نحط له رشه تاع الملح ونبدا نضيف غير بالعقل ونلم. هنايا البيض ما نتسرعوش، نحطهم كامل على خطره، نحطه غير بالعقل ونلمو كيما راكم تشوفوا. او ميم طون راني نعجن فيه فوالا بهذه الطريقه، نلم ونعجن، يعني ما نعجنوش بزاف بزاف باش ما نخرجوش كامل هذاك الزيت اللي يكون في الكاوكاو. بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، يعني لافارس تاعي مازالت ناشفه شويه. هنا راح نزيد حبه بيض كيما راكم تشوفوا، يعني تكون مازالت ناشفه شويه. راح نزيد لها هنايا حبه بيض، نخلطها مليح ونضيفها غير بالعقل، ما راحش نضيفها كامل. هنايا دائما نضيفه غير بالعقل ونشوفه. بهذه الطريقه نضيف نص الكميه ونشوف، يعني طريقه سهله سهله البنات، يعني برك نتبعوا برك الخطوات وراح كامل ننجحوا فيها ان شاء الله. انا نكمل كامل البيضه هنايا، يعني كان عندي كميه كبيره شويه تاع الكاوكاو، يعني الا درتوا كميه صغيره يعني 500 غرام ولا زوج حبات بيض راح يكفوكم. الا كانوا كبار شوفوا القوام كيفاش لازم تحصلوا عليه، تكون تتلاصق وتكون طريه، لازم هنايا تكون طريه، يعني ما تكونش طريه بزاف حتى اللي كي نشكلوها تطيح، لا تكون حكمه روحها او ميم طون طريه. فوالا بهذا القوام هنا نغطيها ونخليها تريح. قد ما نخليو لافارس تاعنا تريح راح هذاك السكر يذوب والديريه تاعنا يجونا معسلين. شوفوا شكلوا الكره، يعني نخليوها الا طاحت راح يعني راهي جاريه بزاف، الا حكمت روحها وتكون طريه يعني هذاك هو القوام المطلوب. شوفوا هنايا انا شكلتهم كامل وزنتهم 35 غرام، وكنت حضرت هنايا العجينه البنات ما شاركتهاش معكم باش الفيديو تاعنا ما يجيناش طويل، كنت ديجا شاركتها معكم في فيديوهات سابقه. يعني العجينه تاعها سهله، فيها 3 كيلات تاع الفارينه مع كيله بلا نص كيله عفوا تاع المارغرين تاع الفويتاج. نقدروا نديروا تاع الفويتاج كما نقدروا نديروا المارغرين العاديه ولا السمن، ونزيد عليها حبه بيض ورشه تاع الملح ونبسسها مليح ونلمها بالماء والمزهر. لازم تحصلوا على عجينه ما تكونش طلقه روحها بزاف، لازم تكون شويه حكمه روحها هكذا باش كي نشكلوا هاد القرصات تاع الديريات راح يشدوا لا فورم تاعهم ويجونا شابين. فوالا ونحلها مليح بالعجينه تاع البقلاوه. انا حليتها في رقم ما قبل الاخير، هنا كل وحده والنيميرو تاعها في الماشينه تاعها، يعني الرقم اللي قبل الاخير. انا حليتها في رقم 5، يعني في الاول حليتها في رقم 1 وزدت لها في رقم 3 وزدت لها في رقم 5. نحلها مليح كيما هكذا ونقطعها على حسب الوزن تاع الكره. انا حليتها بالرقم 8 فوالا. نقدروا يعني كل واحد كيفاش يحب الحبه تاعو، كاين اللي يحبها كبيره وكاين اللي يحبها تكون متوسطه. شوفوا هنايا نحط الكره تاعي ونشكلها، يعني شويه ما نخليهاش مدوره هابطه، نطلعها غير شويه ونحطها في العجين ونبدا كما راكم تتبعوا في الفيديو نقرص في العجينه هذيك هكذا. ومن بعد كي نقرصهم نعاود ندور عليهم كامل باش يشد باش تشد لا فورم تاعها، ونحطهم هكذا كامل في السنيوه. ان شاء الله برك الفيديو يكون مفصل، يعني يكون تكونوا فهمتوا مليح.
هنايا في الاخير كي نحطهم في السنيوه نجيب هنايا بياض البيض ونحط لها غير شويه، برك ما نكتروش بزاف بياض البيض باش ما تحمرناش في الاول، في كي نحطوها في الكوشه يتحمر لنا من الفوق والعجينه تاعنا تبقى خضراء. نحط لها غير شويه قسم ما نلصق هذاك الكاوكاو ولا اللوز الشيء اللي يكون عندكم. انا حضرتهم بالكاوكاو وحطيت لهم الكاوكاو من الفوق، والفرن تاعي شعلته من قبل بربع ساعه يعني 15 دقيقه من قبل نخليه يسخن. ونحط الديريات تاعي هنايا، لازم الديريات كي نشكلوهم نخليهم يباتوا هكذا باش حتى كي ينشفوا كامل باش ندخلوهم للفرن، ما ندخلوهمش ديراكتومون يعني نخليهم يريحوا مليح يعني نحضروهم العشيه نخليهم يباتوا حتى الغدوه من داك الصباح بكري نطيبهم. شوفوا هنايا كيما كي طيبتهم، شوفوا اللون اللي داتهم الديريه تاعنا يعني اللون الشباب دي محمره شويه يعني هي نقدروا نطيبوها في ابلون ما تكونش محمره بزاف بهذا الشكل يعني راح تجينا شابه كي تكون حمراء شويه. هنايا بعد ما طابوا كامل تقبتهم كامل بالكوردون وراح نحطهم هنايا في الشربات. هنا في الاول لازم نحطهم في الشربات العسل اللي يكون خفيف هكذا باش يتشربوا لنا مليح. فوالا ما نحطوهمش ديراكتومون في العسل اللي يكون تقيل، نحطوهم في الشربات نخليهم شويه يعني حوالي 10 دقائق ونحيهم ونعسلهم ونخليهم يقطروا. وقبل ما نقدمهم نعاود نعسلهم في العسل العادي عسل اللي يكون تقيل، ندفيو شويه العسل تاعنا ونحطوا الديريات لداخل قبل ما نقدموهم. فوالا هنايا الديريات تاعنا لازم يكونوا سخونين يعني كي نجبدوهم نحطوهم ديراكتومون في الشربات ما نخليهمش حتى يبردوا، الى بردوا نقدروا ندفيو الشربات تاعنا ونحطوهم نخليهم يتعسلوا مليح. وكما قلت لكم نعاودوا نعسلوهم، هنا ما شاركت معكم البنات عاود تعسلتهم، كي نعسلوهم بالشربات نحطوهم في الشربات نعاودوا نعسلوهم في العسل الثقيل. فوالا بهذه الطريقه نكملهم كامل نعسلهم. وكما شفتوا البنات يعني طريقه سهله وبسيطه برك نتبعوا الخطوات وراح كامل تنجحوا فيهم ان شاء الله. يعني هاد الحلويات التقليديه لازم تعلموهم كامل هكذا باش يعني نبقاو شادين فيهم وما يروحوناش. فوالا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا بعد ما نكملهم كامل نحطهم في الكيسات، وهذا الشكل النهائي تاعهم بعد ما طابوا وعسلتهم. هنا عاود عسلتهم بالعسل العادي وحطيتهم هكذا في الكيسات ونقدموهم بالصحه والهنا ان شاء الله. كيما راك تشوف يعني يجيو ما شاء الله الشكل تاعهم يجي شباب ويجيو البنه تاعهم اكيد بنينه يعني بالكاوكاو، بصح كي نكثروا لهم الزاس دو سيترون راح يجوا من اروع ما يكون. شوفوا كيفاش يجوا معسلين يعني وطريين ان شاء الله كامل تجربوهم البنات وتنجحوا فيهم. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجام، واللي مازال مشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد الوصفات ان شاء الله. نتلاقاو في وصفه اخرى، مع السلامه.